في الجنة، ده يوم هنعيشه في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. الحقيقة اتكلمنا الفترة اللي فاتت عن أعياد المؤمنين في الجنة. شفت قد إيه أعياد جميلة قوي لما تذهب لزيارة ربك سبحانه وتعالى وتسمع كلام الملك سبحانه وتعالى ويخاطبك ويحاضرك محاضرة مخصوصة لحضرتك، وتسمع الملك سبحانه وتعالى وتسمع الملك سبحانه وتعالى هو يقرأ القرآن على أسماع عباده المؤمنين. أعياد كثيرة جدا، ويوم المزيد بقى لما تنظر إلى وجه ربك سبحانه وتعالى، أعياد عظيمة جدا ربنا ما يحرمناش منها. وطول ما احنا في الدنيا في طاعة احنا في عيد، إنما العيد لمن أطاع الله، كل لحظة تمر علينا واحنا بنطيع ربنا احنا في عيد بفضل الله. ذكرنا بعد أعياد المؤمنين الموقف الجميل اللي هيدور بين المؤمنين وبين المجرمين اللي كانوا بيسخروا منهم في الدنيا، وإزاي إن المؤمنين يوم القيامة بفضل الله هيسخروا من المجرمين كما كانوا يسخرون منهم في الحياة الدنيا. لكن عايز أقول حاجة، إن كل اللي بنقوله دوت وإحنا عاملين بنتكلم عن أشجار الجنة وأنهار الجنة ومتعة الحور العين في الجنة وثمار الجنة وطيور الجنة، كل دوت محتاج شغل، محتاج عمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لربيعة سألني شيئا يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، ما قالوش عفارم عليك، ما شاء الله عليك عندك علو همة وعندك ما شاء الله حسن مقصد زي الفل، لا ما قالوش كده، لأن لازم في أخذ بالأسباب. ربنا يوم القيامة سبحانه وتعالى لما وضح أن الإنسان المؤمن يوم القيامة سيدخل الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هي باقي السببية مش باقي العوض، يعني مش أعمالي تساوي الجنة يبقى الجنة عوض عن أعمالي، لا هي باقي السببية، إن أنا دخلت الجنة بسبب إن أنا عملت أعمال ترضي ربنا فدخلني بها الجنة، بس في النهاية أنا ما دخلتهاش غير برحمته. ليه؟ لأن هو أصلا مين اللي وفقني إن أنا أعبده؟ هو الله. ولما عصيت مين اللي وفقني إن أنا أتوب؟ هو الله. ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلما تبت من اللي قبل توبتي؟ هو الله. يبقى في النهاية الفضل كله لله، يبقى لن ندخل الجنة إلا برحمة الله، بس لابد من أخذ بالأسباب. هي السيدة مريم لما ربنا سبحانه وتعالى أمرها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، طب دي واحدة لسه والدة وتعبانة ونفساء وضعيفة جدا جدا، وربنا قادر يخلي الرزق تحت رجليها في لحظة، طب ليه بيقول لها هزي النخلة؟ طب وهي امرأة نفساء تقدر تهز نخلة؟ طب ده لو اجتمعنا كلنا واحنا 50-60 رجل عشان نهز نخلة ما نعرفش، امال ايه هزي؟ كأن المولى عز وجل بيقول لها خدي بالأسباب، والنخلة دي احنا هنخليها لينة في ايديكي، بس خدي بالأسباب برضو. طب النبي في يوم الهجرة كان ممكن يخرج ويمشي قدام المشركين وربنا يعمى أبصارهم، لكن برضو ربنا بيقول خد بالأسباب، اختبئ وروح واخرج واختبئ في الغار 3 أيام واطلع في طريق مخالف للطريق اللي عارفينه المشركين. أخذ بالأسباب، والأسباب في يقين العبد وفي قلب العبد، يعلم العبد أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب. ربنا سبحانه وتعالى اللي قادر أن يخلي الأسباب تعمل وقادر أن يعطل الأسباب فلا تعمل، لكن إحنا في النهاية مأمورين إن إحنا ناخد بالأسباب. حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم لما بيقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير. الطير بيعمل إيه؟ أدوكم شايفين طير حوالينا أهو، شوف قد إيه الطير بيعمل إيه، بيقعد في العش بتاعه بيقول يا رب ارزقني أنا بأسبح وبحمدك وبسجد لك، أبدا، تغدو خماصا تخرج وهي بطنها فاضية وتروح بطانا وترجع وهي بطنها مليانة وبقها كمان أكل لأولادها، لكن في النهاية بتعمل إيه؟ لازم تخرج وترجع. ليه؟ أخذ بالأسباب، لازم ناخد بالأسباب عشان ربنا يكرمنا. فإذا الجنة تحتاج إلى عمل. الناس في الدنيا بكل أسف كتير منهم بيحسدوا بعض على أمر الدنيا، لكن قل أن تجد من يحسد أو يغبط، لأن الحسد المذموم هو أن تتمنى زوال النعمة اللي عند أخيك، أما الغبطة هي نوع من التحسد لكن محمود، أن أنت تتمنى أن ربنا يرزقك مثل ما رزق أخاك دون أن تتمنى زوال النعمة من عند أخيك. شوف القلوب الحلوة، الغبطة الحلوة الجميلة، اللي هو واحد بيحفظ القرآن، ختم القرآن أقول يا رب احفظه يا رب بالقرآن واحفظه حفظني أنا كمان ويسر لي إن أحفظ القرآن زيه، عرفت إن فلان بيصلي قيام الليل قول يا رب دمها عليه نعمة يا رب وارزقني النعمة دي أنا كمان عشان أصلي قيام الليل، اللي هو الغبطة المحمودة. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح
ان الانسان لما يعوز يحسد الحسد المحمود، وانا لما اتكلم هنا عن الحسد اعرف ان انا قصدي الحسد المحمود، قال ان الحسد مش موجود الا في حاجتين بس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين، والحديث رواه البخاري، قال لا حسد الا في اثنتين: رجل علمه الله القران فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار، فقال جار له يا ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان حتى افعل مثل ما يفعل، والرجل الثاني: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته في الحق، فكان جار له يقول يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فأفعل مثل ما يفعل. في رواية الترمذي قال فهما في الأجر سواء. خدت بالك إننا الناس النهاردة ممكن يكونوا بيتحاسدوا عشان المال والوظيفة والجاه والمنصب وعلو البنيان إلى غير ذلك، ويضيق صدره لما يلاقي حد أحسن منه، إنما في أمر الدين ممكن ما يزعلش لو لقى واحد بيصلي خيام ليل اكتر منه، او لو واحد حافظ قران او عنده علم اكتر منه. بالعكس، ده هو ده الحسد المحمود، لما تلاقي حد بيصلي خيام ليل، بيتصدق ما شاء الله، عنده علم جميل بيوصله، عنده احسده حسد محمود، قول يا رب ديمها عليه نعمه واحفظه ويصل لي ان انا كمان ابقى زيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني وسارعوا الى مغفره من ربكم، وسابقوا الى مغفره من ربكم، فاستبقوا الخيرات. سباق، احنا في سباق فعلا، بس سباق لطاعه ربنا مش من اجل علو البنيان في هذه الدنيا. انا عايزك تتعود، وعايزك تتعودي ان احنا نغرس خير على قد ما نقدر. قلت دايما يا جماعة قبل كده ان المؤمن مالوش غير هواية واحدة، هوايته ان هو يجمع حسنات. تعرف في الدنيا تسأل واحد هوايتك ايه؟ يقولك جمع الطوابع، والتاني جمع العملة، والتالت يقولك هوايتي معرفش ايه اعمل كذا. كل واحد ليه هواية، واخد بالك؟ انت هوايتك الوحيدة جمع الحسنات، اينما وجدت الحسنات فانت موجود، واخد بالك؟ الحسنات منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. طب نتبسم عشان ناخد صدقات كل الناس اللي شايفينها. طب يعني أعمل إيه تاني؟ أي حاجة، أي خير تعمله هتجني الثمرة بتاعته في الآخرة. يبقى اوعى تضيع عمرك، طول ما أنت ماشي سلم على الناس، ألق السلام على من تعرف ومن لا تعرف. لما تسلم وتقول السلام عليكم أدي 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله أدي 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، يبقى أنت تكمل السلام عشان تطمعان في الحسنات. وهكذا لما تعرف أن اللي يقول بس وهو داخل السوق كده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لما تعلم أن النبي بيقول لك أن اللي يقول كده له ألف ألف حسنة وتمحى عنه ألف ألف خطيئة ويرفع في الجنة ألف ألف درجة ويبنى له بيت في الجنة، تلاقي نفسك كل شوية. ده كان بعض السلف كان لما سمع الحديث دوت كان يدخل السوق بلا حاجة، يعني هو مش محتاج أي حاجة، يدخل السوق عشان يقول بعده ويمشي. تخيل حضرتك. وهكذا انت على طول لسانك بيشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى، لان هوايتك جمع الحسنات. تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست لها نخله في الجنه. ايه المشكله؟ ايه اللي معطلني؟ حضرتك قاعد قدامي وانت قاعده قدامي، ما تقولوا سبحان الله العظيم وبحمده يقينا الان اتغرست لكل واحد فينا نخله في الجنه. خسرنا ايه؟ عمرك استثمره طول ما انت ماشي، طول ما انت قاعد في اي مكان، وانت سايق عربيتك، وانت شغال على المكنه بتاعتك، وانت قاعد في المحل بتاعك، ايه اللي معطل لسانك عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى؟ انا اذكر ان كان لي اخ حبيبي صديق، كنت لما عاوز اتكلم معاه في اي موضوع والله يا جماعه كنت الاقي لسانه لا يفطر عن ذكر الله. فلما انا اخلص كلامي هو يبتدي يتكلم، يتكلم عادي، اجي انا اتكلم هو يقعد يذكر ربنا. ففي يوم من الايام قال لي ان الحمد لله ربنا اكرمني بحاجه اقولها من باب قول المولى عز وجل واما بنعمه ربك فحدث. قال لي قبل ما انام افضل اذكر ربنا لحد ما انام. فلما انام، وعلى فكره دي احسن طريقه تنيمك، اللي عنده ارق وما بيعرفش ينام وبيقول لك طول الليل سهران مش عارف انام وبجيب منومات ومش عارف انام، اقول لك احلى طريقه تنيمك اذكر ربنا، الشيطان مش هيسيبك، هينيمك هو بنفسه، هو يخلص لك الموضوع. سبحان الله. قال فقعد اذكر ربنا لحد قبل الفجر بساعه، بقوم بيقول لي اول ما اقوم الاقي لساني لوحده شغال بذكر الله. هذا الاخ انا لا انسى ابدا يوم ما دخل يعمل عمليه جراحيه خطيره في القلب، ودخل قعد في العمليه 5 ساعات، ورحت المستشفى عشان اوصى عليه الاطباء هناك وكده. فالدكتور اللي عمل العمليه لما خرج سلمت عليه، ازيك يا دكتور عمليه، ازي حضرتك، اخبار فلان اخونا ايه يعني؟ قال لي وحضرتك تعرفه؟ قلت له طبعا ده صديقي. قال لي انا ما رايت اعجب من هذا الانسان، من ساعه ما خد البنج لحد الان 5 ساعات لم يفطر لسانه عن ذكر الله. تعالوا نكمل فعل الخير والاخذ بالاسباب، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب.
تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه قبل الفاصل بقول لك لازم ناخد بالأسباب، وأي فرصة تقدر تغرس فيها الخير اغرسه. حضرتك لو تفتكر أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، شوف لما كانت في يوم الهجرة وهي حامل في الشهر السابع يا جماعة، وممكن تقول أنا معذورة، أنا أي جهد عليا ممكن الحمل ينزل. سبحان الله، ورغم ذلك كانت تشق نطاقها نصفين وتحمل الطعام لأبيها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمشي وتطلع شوف قد إيه مسافة طويلة جدا في الجبل لحد ما توصل الأكل للرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبشرها بالخير، يقول لها في نفس اللحظة أبدلك الله بنطاقيك نطاقين في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. سيدنا حكيم بن حزام انتوا عارفين دار الندوة او دار الندوة، دار الندوة دي اللي كان اهل قريش الكفار الزعماء كانوا دايما يدبروا فيها المؤامرات على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الاسلام والمسلمين. في يوم من الايام دار الندوة ديت وصلت الى ان اشتراها حكيم بن حزام. حكيم بن حزام اسلم بعد 21 سنة من البعثة في يوم فتح مكة. فلما اسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كنت أتحنث في الجاهلية، يعني كان في خير كتير بعمله في الجاهلية، هل ده ما تحسبش؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير يا حكيم. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حب حكيم بن حزام أنه يغلق الباب أو يغلق الستار أو يصدر الستار على هذا التاريخ الأسود لدار الندوة، فراح بيعها ب100,000 دينار لواحد من الأثرياء في مكة، رجل برضو يعني إيه مسلم، لكن باعها علشان خلاص بقى ديت ما تروحش لقريش ويدبروا فيها مؤامرات تانية ضد المسلمين. فيعني احد الصحابة له ابن الزبير قال له يعني يا حكيم بعت مكرمة قريش، دي دار الندوة دي حاجة يعني لها مكانة وقدر كده، عاملة مثلا زي مجلس الشعب مش عارف ايه، يعني حاجة كده يعني لعظماء الناس اللي كانوا عايشين في قريش. قال أبعت مكرمة قريش يا حكيم؟ قال يا أخي العزيز أو يا أخي ذهبت المكارم كلها ولم يبقى إلا تقوى الله سبحانه وتعالى، أشهدك أني قد بعتها ب100,000 وقد قسمتها على الفقراء لأشتري بها دارا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. أخذ بالأسباب جميل قوي. سيدنا عثمان بن عفان لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة كانت مشكلتهم في المدينة ان مفيش اي مية يشربوها الا بئر كانت يملكها رجل يهودي، رجل يهودي ده كان بيبيع لهم المية غالية جدا. ففي يوم من الايام سيدنا عثمان بن عفان اشترى منه نصف البئر. يعني ايه نصف البئر؟ يعني انت تشرب يوم واحنا نشرب يوم، يعني انت تبيع ميتها يوم لليهود اللي انت عايز تبيع لهم، وانا اخد المية يوم للمسلمين. فالمسلمين بعد كده اكتشفوا ان المية مش مكفياهم، بياخدوا مية للنهاردة وتكفيهم لبكرة، فما كانتش بتكفي. فراح عثمان بن عفان ودفع مبلغ كبير جدا جدا واشترى بقية بئر روما وجعلها للمسلمين، واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشره بمثلها واجمل منها مليار مرة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع ان اي خصلة خير قدامك اعملها، زي ما بيقولوا زمان ومشايخنا وعلمائنا علمونا ان كل مسلم على وجه الارض يا جماعة ربنا اعطاه مفتاح من مفاتيح الجنة يقدر يخش بها الجنة. بعد الفرائض وبعد التوحيد وبعد الفرائض اللي احنا بنؤديها، في كل واحد ربنا اداله موهبة معينة او قدرة على حاجة معينة. فلان ما شاء الله عنده قدرة عالية جدا على قيام الليل، دي نوافل. واحد تاني عنده قدرة على صيام النوافل، واحد تالت عنده قدرة على الانفاق، واحد رابع عنده قدرة على الذكر والتسبيح، وكل واحد عنده ربنا مديله حاجة معينة يستطيع ان هو يكون بارع فيها ويكون متفوق فيها. اقعد دور على المفتاح بتاعك، سمعين صوت الطيور الجميلة، حاسين فعلا كأننا قاعدين في الجنة، حوالينا ما شاء الله بلابل وعصافير وحاجات جميلة قوي طايرة حتى في الهواء كده لو الكاميرا جايبها، فعلا حاسين بمكان بيذكرنا بالجنة، ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. فشوف النبي حسان بيخبر إن رجل من الناس ممن كان قبلنا من بني إسرائيل أتاه ملك الموت ليقبض روحه، والحديث في البخاري ومسلم، فقال له هل عملت من خير قط؟ قال لا، يعني ما أعلم، يعني ممكن يكون في خيارات بعملها لكن أنا مش متذكر حاجة بالضبط أنت أصدق عليها يعني. فقال له انظر
قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أعطي الناس من المال يعني ثم أنظر المعصر وأتجاوز عن الموسر. يعني لما يكون واحد واخد مني فلوس واروح عشان ابعت الغلمان بتوعه عشان يتقاضوا الفلوس ديت فيقول له والله العظيم يا اخي انا معلش غصب عني الدنيا لسه مزنقه معايا، يقول له خلاص اوعى تاخد منه حاجه. ولما حد تاني يعني يقول له ده انا يعني والله ما قادر ادفع خالص يقول له خلاص عفوت عنك. فادخله الله الجنه بالانفاق، بالانفاق فقط ربنا ادخله الجنه. وخد بالك من حاجه، وكون ان اقول لك ان حاول تشوف خصله خير او مفتاح تخش بيه الجنه مش لازم تكون مداوم على الخصله دي، لان ممكن تكون بتنفق مره وما تقدرش تنفق الثانيه. انت لو عملت ولو خصله واحده ابتغاء مرضات الله قد تكون هذه الخصله سببا في دخولك الجنه. مش حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بيخبر انه راى رجلا يتقلب في الجنه في غصن شوك نزعه من طريق المسلمين؟ الناس بتعدي من طريق وفي غصن شوك متفرع كده، وكل اللي يعدي يا اما تتقطع جلابيته يا اما يتعور، فلقى الموضوع مؤذي للناس فراح جاب حاجه كده وراح ناشر الشوك دوت وراح بعده عن طريق المسلمين. ده كان سبب في انه يتقلب في نعيم الجنه. شوف قد ايه حاجه بسيطه جدا جدا، مجرد انه شال غصن الشوك وانت ماشي في الشارع لقيت ازازه مكسوره، ايه اللي يمنعك من انك تشيل الازازه ديت ولك بها اجر عظيم جدا قد تكون سبب دخولك الجنه. يمكن تكون بتصلي قيام ليل وبتصوم وبتعمل خيرات كتيرة جدا وما تكونش دي سبب دخولك الجنة. ويكون سبب دخولك الجنة تخيل ايه، وانت نازل من بيتك ورايح شغلك لقيت طفل يتيم صغير قاعد على جنب بيبكي، رحت مطبطب عليه وماسح على شعره ورحت مديله شوكولاتاية، قلت له خد يا ابني ربنا يسعدك يا حبيبي دنيا واخرة، وكلمتين وطيبت خاطره ومشيت. يمكن يكون دي دخل سبب دخولك الجنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. اوعى تحتقر أي معروف، اعمل أي خير ربنا يقدرك عليه، حتى لو وصل الأمر أن أنت لو ما معكش أي حاجة اتبسم في وشوش الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما ندب المسلمين للصدقة أبو بكر راح بكل ماله، عمر راح بنصف ماله، عثمان دفع 1000 دينار ذهبيا، من الناس من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب5 دنانير، ومنهم من ذهب بعنقود عنب، ومنهم من لم يجد شيئا قط وقال اللهم إني أشهدك أني لا أمتلك درهما ولا دينارا فأشهدك أني قد تصدقت بعرضي على كل من سبني أو شتمني أو آذاني فقد عفوت عنهم وأنت أولى بأن تعفو عني. شفت دي أقل القليل إن أنت تكف شرك عن الناس، ان انت لو كفيت شرك عن الناس دي صدقه في حد ذاتها، لان في ناس ربنا يعافينا ويعافيك بتتفنن في ايذاء الناس، ربنا يا رب يصرف عنا اذى المؤذيين. انت لو بتنفق وبتعمل خير هتلاقي حجبه الجنه، الملائكه اللي موجودين على باب الجنه بيتسابقوا من اجل ان هم يستقبلوك. والحديث يعني رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده. الله أكبر. يعني أنت لو أنفقت زوجين يعني إيه؟ درهمين، دينارين، عبدين يعني أعتقتهم لوجه الله، أي حاجتين زي بعض، واخد بالك؟ حجبة الجنة يتسابقوا كل واحد منهم يدعوك ان انت تدخل من الباب اللي هو واقف عليه. سبحان الله قد ايه حاجة جميلة قوي. ولذلك بقول لكم يا جماعة الفقراء واليتامى والمساكين لهم دولة يوم القيامة لما تكرمهم في الدنيا، واحنا في شهر رمضان لما تحضروا الشنط الجميله وتدوهم للفقراء، لما تحضروا لهم اكل شرب تدخلوا عليهم السعاده باي طريقه، يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى يقول للفقير لو كان من اهل الجنه واليتيم لو كان من اهل الجنه اذهب فمن وجدته اطعمك في طعمه او كساك في كسوه او سقاك في شربه فخذ بيديه وادخله الجنه. لكن عايز اقول لك حبيبي في الله مهما عملت من اعمال يوم القيامة مهما عشان ما تعجبش بعملك ستحتقر عملك مهما بلغ بجوار ما يعطيه الله عز وجل لك من رحمته. قال صلى الله عليه وسلم
لو أن رجلا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله، سبحان الله لحقره ذلك اليوم، ولو أنه ولود أن يرد إلى الدنيا مرة أخرى كيما يزداد من الأجر والثواب. عشان كده كان لازم ناخد بالأسباب، اجتهد كل واحد فينا، ربنا اداله مفتاح يخش بالجنة، اقعد دور في نفسك واقعد دور في نفسك واجتهد في ان انت تكتر من الفتح من المفتاح دوت ومن الخير دوت عشان ربنا يجعله سبب دخولك الجنة وتقضي أجمل يوم مع النبي في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة.